بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المحاكمة هي امتداد هذو ثلاثة أيام، امتداد اليوم الأول اللي هو يوم 26 اللي تميز بالإرجاء، وتميز كذلك بأمر يعني عارض طارئ اللي هو جهات قالت عنها تمثل الضحايا وعنها تنصب كطرف مدني. وهذا الأمر العارض يعني وناقش في يوم 26 دجنبر في الجلسة الأولى اللي أصلا كانت غير جاهزة بحكم نظرا لعدم تبليغ الأيوبي كمتهم بحالة صراح، كمتهم بحالة صراح. وهذا لهذا الأساس كانت القضية غير جاهزة من الأساس. ومع ذلك يعني الأساتذة هيئة الدفاع ناقشت يعني هذا الأمر العارض، واعتبرت أن لهؤلاء ليس لديهم الحق للانتصاب كطرف مدني، وتم تأجيل يعني النقاش في هذا الموضوع إلى يعني جلسة، إلى أن تكون يعني قضية جاهزة بحضور يعني المعتقل الذي كان الذي يتم استدعائه. فالجلسات هاي الثلاثة الأخيرة يعني من يوم ابتداء من يوم الاثنين 23 تم الرجوع كذلك إلى هذه النقطة، وكانت يعني فيها استفاضة وأدلى بها يعني محامي الدفاع بأدلة قوية تؤكد يعني طرح والدفع الذي تقدم به هذا الدفاع بكون هذا الانتصاب غير قانوني، غير مؤسس على القانون، ولا يجوز يعني في هيئة يعني الانتصاب كطرف مدني أمام هيئة استئنافية. بالإضافة بعد أن سمعت المحكمة إلى هذا الدفع، أمرت يعني وفي قرار تمهيدي بإكمال جميع الدفوع الشكلية قبل أن تبث فيها جميعا. إذن في الأيام بعد يوم الاثنين يعني الثلاثاء والأربعاء هيئة الدفاع يعني أسهبت وقدمت يعني دفوعات الشكلية المتمثلة فيما يتعلق يعني بالإجراءات بالمطالبة بإبطال جميع الإجراءات المصدرية التي تم اتخاذها نظرا لافتقادها إلى العناصر الأساسية المتطلبة قانونا في هذه الإجراءات، انطلاقا ابتداء من 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 التوقيف في أوقات متأخرة ليلا، ومداهمة البيوت في هذه الأوقات يعني بعد الساعة التاسعة، وأني هناك حالات عديدة لمجموعة من المعتقلين تم اعتقالهم ومداهمة بيوتهم في ساعات متأخرة، كمثال زاوية حسين في العاشرة ليلا، الديش الضابي 12 ليلا، الإسماعيلي لدى الحادي عشر ليلا. إذا مجموعة من المعتقلين تم خرق هذا المبدأ، هذا الضمانة القانونية بحقهم. كذلك هيئة الدفاع دفعت ببطلان وزورية محاضر ضابط القضايا نظرا لأن التوقيع عليها من طرف المعتقلين تم تحت الإكراه، تم تبصيمهم وتوقيعهم تحت الإكراه، وبعد يعني مورست عليهم شتى أنواع التعذيب. كذلك طالبت بفتح تحقيق للتعذيب وبخبرة طبية حتى يعني تثبت المحكمة ذلك التعذيب. كذلك دفعت يعني ببطلان كل الإجراءات المتخذة بحراسة نظرية نظرا لأنها تجاوزت الحدود القانونية ولم تكن معتمدة على أي أساس. كذلك قدمت دفعا شكليا آخر متعلق بعدم الاختصاص، وطالبت بنقل يعني الملف إلى المحكمة المختصة وهي يعني محكمة الاستئنافية بعيون. بالإضافة إلى ذلك إلى الدفعات الشكلية قدمت يعني هيئة الدفاع طلبات يعني متمثلة في شهود النفي أو شهود الذين يعني شهادتهم تتعلق بمجريات الأحداث
التي وقعت في ديميزيك. يعني طالبت المحكمة طالبت الهيئة بإحضار أو باستدعاء وزير الداخلية المغربي السابق وولاة مركزيين، وذلك نظرا لأنهم كانوا مفاوضين للجنة التي كانت تمثل ساكنة المخيم، وهي الآن يعني ستة من المعتقلين كانوا يعني يشكلون أو جزء من اللجنة التي كانت تمثل المخيم. ونظرا لأهمية هذه الشهادة في معرفة حيثيات ما جرى وما وقع وما يعني والنتيجة التي كان يعني الطرفان المتفاوضان قد توصل إليها، إذن هيئة الدفاع طلبت باستدعاء هؤلاء الشهود. كذلك هناك ايضا تم استدعاء بعض شهود النفي من طرف بعض المعتقلين اذا هيئة الدفاع استكملت يعني كل الدفوع الشكلية التي اجملتها في هذه النقاط. هيئة المحكمة خرجت يعني خرجت ل التشاور يعني والمداولة وبثت في هذه الدفعات كما يلي. اولا ردت برفض الدفع الشكلي المتعلق بالدفع بعدم اختصاص، وقالت بانها هي المختصة قانونا، ويعني عكس لما يعني ما اثبته دفاعنا من عدم قانونية هذا الاختصاص ومن عدم أهلية هذه المحكمة وعدم اختصاصها لمحاكمة هؤلاء المعتقلين. كذلك أرجعت البث في الدفوع الشكلي، والغريب يعني الغريب وأنها اعتبرت الدفع بعدم حقية طرف المدني بالانتصاب في هكذا مرحلة أنه دفع شكلي، وأرجعته مع الدفوع الشكلية إلى حين البث في الجوهر، وهذا يعني خرق للقانوني، لأن القانون المصري المدني المصري الجنائي عفوا يفرض على المحكمة أن تبث في الدفع العارض المتمثل في عدم أحقية هؤلاء في الانتصاب. إذن هناك خروقات مصدرية، هناك خروقات شابت هذا ناهيك عن أجواء المحاكمة، عن غياب أجواء المحاكمة العادلة انطلاقا من غياب مبدأ على الجلسات من خلال يعني الانتقائية في دخول بعض الأشخاص يعني وإفساح المجال كثيرا لعائلات الضحايا على حساب عائلات المعتقلين ومن يؤازرهم من المناضلين ومن الجمعيات الصحراويه. ناهيك عن التضييق وعن الممارسات المشينه والحاطه من الكرامه والماسه يعني بالسلامه الجسديه والنفسيه للمتضامنين الصحراويين وعائلات المعتقلين الصحراويين الذين يعني كانوا يتواجدون امام المحكمه من طرف مجموعة من الأشخاص استخدمتهم السلطات المغربية للتشويش على الوقفة التي يعني شكل التضامني الذي نظمته عائلات والمتضامنين الصحراويين مع المعتقلين السياسيين الصحراويين مقابل توفير أماكن آمنة لعائلات الضحايا، ما يشكل انتهاكا لمبدأ يعني المحاكمة العادلة ولمبدأ يعني المساواة أمام القانون. إذن باختصار هذه هي كل ملابسات ما راج وما دار خلال هذه 3 أيام. نعم يعني بالنسبة يعني نحن مجموعة ثلاثة في حالة يعني صراحة الآن وضعيتنا يعني أنا شخصيا وتاقي المصدوفي لدينا وضعية خاصة. الأيوبي محمد له وضعية أخرى، هو محكوم ب 20 سنة نافذة، بينما بالنسبة لي وبالنسبة لتاقي المصدوفي تم الحكم علينا من طرف المحكمة العسكرية بسنتين وثلاثة أشهر بما قضينا من السجن، وذلك بعد تكييفها للتهم التي كانت منسوبة إلينا المتمثلة في جنايات القتل والمشاركة فيها، إذا يعني كيفتها وقالت بأنها جنحة إذا أفراد القوى العمومية. نحن تقدمنا بالنقض، نحن من تقدمنا بالنقض، ومحكمة النقض يعني حكمت وأخذت برأينا ونقضت ويعني وافقت على طلبنا بنقض ذلك الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية.
إذا نحن الآن في مرحلة بعد أن أحالت المحكمة الملف برمته على على يعني الغرفة الجنائية الاستئنافية بالرباط، نحن الآن متابعون في حالة صلاح. يعني الملف أعيد نشره من جديد يعني بكل وقائعه وبكل أعدائه، ولكن نحن مركزنا القانوني أظن أنه يعني مرتبط بحكم المحكمة. إذا هناك مبادئ قانونية تحكم وضعيتنا، من بينها أنه لا يضار أحد بطعنه، هذا مبدأ قانوني متعارف عليه، وهو متمثل في كون في 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 في, في هذه النازلة، بأننا نحن من طلبنا النقد، نحن نحن الذين تضررنا من ذلك الحكم واعتبرناه جائرا وتقدمنا بطلب نقد، بينما النيابة العامة يعني لم تتقدم بأي طعن ضده، وبالتالي فهي بالنسبة لها كان مطابقا للقانون. إذن نحن في هذه الحالة يجب أن نستفيد من هذا المبدأ ونقول بأن المحكمة ملزمة بقرار الإحالة، وهي يعني بالإحالة على أساس أن الأحداث المنسوبة إلينا هي جنح، ونحن سنطلب البراءة نظرا لمركزنا القانوني الذي يعني زكته محكمة النقد من خلال اعتبارها تلك الأحكام الصادرة بإدانتنا بجنح باطلة، وبالتالي نحن الآن في هذه المعركة سنطالب بالبراءة وبالبراءة الجميع طبعا لأن هذا أكيد، ولكن كذلك نحن كذلك سندافع عن البراءة مقابل يعني ربما المحكمة أو النيابة العامة ستتشبث يعني بالتهم المنسوبة إلينا التي مفبركة والجميع يعرف يعني عدم اعتمادها أو استنادها إلى أي أساس قانوني.